طيب بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. ابتدي بس ايه زي ما شايفين المره اللي فاتت ده اسمه ايه؟ الأبروسفيرم. اوكي طيب احكي لكم بس قصه من سنكسار النهاردة لها علاقة بالقداس. احنا زي ما فاكرين تقديم الحمل واتغطى. ليه الأسرار بتبقى متغطية؟ كل قداس الموعوظين الأسرار القرابين بتبقى متغطية لأنه ما كانش بيسمح لواحد غير مؤمن إن يشوف. حتى في بداية القداس الكاهن بيلف الحمل وبيرفعه على راسه ويقول مجدا وإكرام متغطي. إمتى بيتكشف؟ بعد نهاية قداس الموعوظين كل الغير مؤمنين بيخرجوا من الكنيسة. عشان كده بيقولوا إيه صلاة الصلح. فاكرين صلاة الصلح جزئين، وبعدين في الجزء الثاني بيبقى الشماس واقف ماسك الصليب، وبعد ما بيخلص يرفعوا الأبروسفارين فيبان ايه الصليب، كأنه الصلح حصل بالصليب. الحكاية بتقول بقى ايه، كان في بطرك اسمه الأنبا ساويروس، ده كان بطريرك أنطاكيا سنة حوالي 500 وشوية ميلادي. كان أياميها أيام الانشقاقات، فكان الملك مش على إيمان القديس ساويروس اللي هو إيمان الكنيسة الأرثوذكسية. فالملك طلب البابا بتاع أنطاكيا القديس ساويروس عنده في القصر عشان يتناقش معاه. كانت مرات الملك اسمها ثيودورا كانت أرثوذكسية المذهب. فانتهى الحوار ما بين الملك والبابا ساويروس ان الملك ما اتفقش معاه وزعل منه وطلب انه يقتله. فالملكة على الايمان راحت قالت للقديس ساويروس انت لازم تهرب من هنا لانه الملك هيقتلك. فهرب القديس ساويروس من أنطاكيا راح يستخبى في مصر. بعت الملك حواليه وراه عساكر قعدوا يلفوا حواليه، وكان القديس ساويروس الأنطاكي عمال يتحرك من حتة لحتة، وصل لحتة اسمها سخة في صعيد مصر. وهو مستخبي كان راح في دير في وادي النطروم مستخبي فيه. فالكاهن بيصلي القداس زي ما احنا كده في الوقت دوت. تعالى كده معايا، اللي بيرفع الكاهن ها الابروسفارين زي فاكرين بيعمل ايه، بيعمل ايه الهزه دي رمز الايه للزلزال. وكان انا قلت كان بيبقى فيه على ال كان فيه اللفافه اللي هي رمز الايه للخيط. فبياخد اللفافه اللي كانت على الختم ده يحطها على ايده ايه الشمال، واللفافة اللي على الجسد او القربان الحمل بياخدها على ايده اليمين. فالكاهن اللي بيصلي القداس وهو بيعمل كده ما لقاش القربان موجود، فانزعل خالص وقعد يبكي وقال للشعب حصل حاجة، الحمل مش موجود على المذبح. فحاجة من الاثنين، لا إما بسبب خطيتي أنا لا بسبب خطيتكم أنتم. فقعد الشعب إيه يبكي هو كمان. وبعدين راح ظهر ملاك للكاهن وقال له لا، لا خطيتك أنت ولا خطية الشعب، ولكن لأنك تجرأت وقدمت الحمل في وجود أب بطرك
قال له ازاي انا ما اعرفش مين بطرك هنا؟ فراح مشاور له الملاك على البابا ساويروس، كان قاعد مستخبي في لبس راهب ما يعرفهوش، جاي من أنطاكيا واقف في اخر الكنيسه. فطلعوا الكاهن والشعب كله، الرهبان كلها جابوه من اخر الكنيسه بزفه طليق بالبطركه، ودخلوه المسبح على الكرسي بتاعه. اول ما دخل البطرك البابا ساويروس، رجع الكاهن لقى الحمل موجود على، وبعدين الانبا البابا ساويروس ده قال للكاهن يكمل القداس وخلاص. طيب عشان كده اللي بياخد باله، احنا في مجمع الكهنة، في مجمع المجمع بنقول البابا ساويروس قبل اثناسيوس. طبعنا الشرقي ان احنا بنكرم الايه الضيوف، وتنيح الراجل البابا ساويروس دوت في مصر عند ارخن في سخة في مصر. طيب اللفايف كده. طيب خلوا بالكم بقى، احنا اللي قلنا اللفافة الختم بياخدها الكاهن ويحطها على ايده الشمال، بعدين بقى ياخد اللفافة اللي انتوا حد شايفين ياخد اللفافة اللي على الحمل يمسك، فعلى طول يبان ايه؟ يبان الجسد. عشان كده بقول لك امتى؟ بعد ما خرجوا الموعوظين وبعد ما تم ايه الصلح. طيب اسال سؤال، الجسد اتكشف ولكن لسه الدم ايه ما كشفش، حد يعرف ليه؟ برافو عليك. بعد احنا قلنا رفع الابروسفرين ده رمز الايه؟ القيامة. المسيح بعد القيامة ظهر للمجدلية ما عرفتوش، ظهر للتلميذ ما عرفوش، يشكوا فالجسد المسيح أعلن نفسه ولكن لسه مش بكماله، مش مدركين. طيب بعد كده بتبتدي حاجة، لو بتقروا انت ايه، لو تطلع ده سنة قدام، سنة بس كده حلو خالص. بيبتدي حاجة اسمها، لو بتقروا يعني وبيشوفوها في الكتب، أنافورة السمائيين. كلمة أنافورة، حد عمره سمع الاسم ده؟ يعني ايه طيب؟ ها؟ لا دي النافورة دي، لا دي النافورة، ما احنا عندنا نافورة برضه. لا أنافورة يعني الصعيدة، الصعود. يبقى من هنا، من حتى التسمية دي على كل الكنائس. إذن هيبتدي دلوقتي الأنافورة، الصعود. القداس من دلوقتي هو عبارة عن صعود الكنيسة مع المسيح. خلوا بالك، يبتدي أول حاجة بعد ما رفعنا الأبروسفارين، بنقوله لحن إيه؟ بشفاعة والدة الإله، لأنها هي إيه؟ السبب في التجسد، أو كانت أداة التجسد اللي بيها تم الصلح. وبعدين يقولوا إيه في الآخر؟ ذبيحة، ذبيحة إيه؟ لا ذبيحة السلامة إيه؟ بشفاعة والدة الله قديسة مريم، يا رب نعمنا مغفران خطايانا، ذبيحة التسبيح، ما تكملوا أنتوا نسيتوني بشفاعة رحمة السلام. يبقى الذبيحة دي عبارة عن إيه؟ ذبيحة تسبيح. طيب يبتدي الكاهن زي ما قلت ياخد اللفافة اللي كانت على الحمل ويرشم بها إيه الشعب، يقول إيه؟ الرب مع جميعكم. الرب القائم، أول حاجة لما المسيح قام من الأموات قال للتلاميذ إيه؟ سلام لكم. فالقيامة يلتفت الكاهن بالصليب، الصليب اللي هو اللي عمل به الصلح، اللي قام الرب مع جميعكم، فيقولوا له مع روحك أيضا. بعدين يجي على الخدام الشمامسة اللي حواليه يقول إيه؟ ارفعوا قلوبكم، فيقولوا هي عند الرب، كأنها
صعود. وبعدين يقول هو ايه بقى؟ فلنشكر الرب. فيرد الشعب ايه؟ مستحق ومستحق الله انه ياخد الشكر وعادل هو تسبيح. ايه الحركة دي؟ كأنه الكاهن بيجمع الشعب كله. ما هو الكاهن بيمثل المسيح لغاية دلوقت، لسه القرابين ما تحولش، فكأنه بياخد الشعب والخدام ونفسه ويرفع ذبيحة ايه؟ الشكر. اجيب هات لي الخداجي من على المسمع. لا ما انا قلت بصوا حبايبي، يعني عاوزين نتفق على حاجة. انا قلت لا، التحويل ابتدى من الاول خالص، من ساعة ما رسم الرسومات وقدس وشكر وقدس وبارك واتغطت القرابين. حلول الروح القدس يعني ما هواش في ثانية معينة، القداس كله حلول الله. يعني أيوة صحيح مكتوب لحظات التحول وحلول، لا مش ده الفكر الأرثوذكسي الأصيل. حلول الله كله، واخدين بالكم؟ فبلاش حكاية يعني نركز ايه هي دي الثانية الروح القدس حل دلوقتي، لا ده حلول كل القداس، حلول لله وحلول للثالوث كله، واخدين بالكم؟ طيب بعد كده بيبتدي أنافورة، يعني ايه؟ صعاد، كأن الكنيسة بصعدة مع المسيح. وبعدين أأكد لك الحتة دي، المسيح قائم والله قلنا مجدا وإكراما، مجدا للآب والابن. فالحلول من بداية القداس والثالوث القدوس كله حاضر والملائكة ما فيهاش يعني لأنه الغرب دخلوا بقى في التفصيلات دي مش بعدين يسيب الصليب ويبتدي يقول إيه؟ مستحق وعادل، مستحق وعادل أيها الكائن السيد الرب الإله الحق الكائن قبل الدهور والمالك إلى الأبد ساكن في الأعالي وناظر المتواضعين. ليه؟ اتكشفت الأسرار، خلق السماء والأرض أبو ربنا وإلهنا. ده بيكلم مين؟ الجالس على عرش مجده المسجود له من جميع القوات. وبعدين يسجد الكاهن ويسجد وبعدين يقول الشماس إيه؟ أيها الجلوس قفوا. طبعاً أنا يعني مش ناوي أدخل معاكم في المعنى الروحي للقداس لأنه هتكلم فيه في السبوت الشهر اللي جاي المعاني الروحية، لكن هو الشعب كان قاعد عشان يقول لهم وقفوا ولا هم كانوا اوريدي واقفين؟ ما هم كانوا واقفين. طب ما اللي بيقول لهم أيها الجلوس قفوا؟ ها؟ ما هم واقفين. طبعا هنا بقى تاني في عيب في الترجمة، اللي منكم بيعرف يوناني؟ حد بيعرف يوناني؟ ولا أنا. بيقول إس أناستالوس يعني القيامة مش قفوا، فلما ترجمها العربي عملها قفوا، هي قيامة. المسيح القائم يقول قوموا معاه مش قوموا وقفوا. هتكلم ايه؟ عشان ما تقوميش؟ لا، ده المعنى اعمق بكتير من ان الواحد يقف على رجليه. المعنى ان يقوم مع المسيح. ليه؟ زي ما قلت دي أنافورة، ده صعود. المسيح هياخدنا ويصعد بينا. طب هيصعد بينا ايه اللي هيحصل في السماء؟ في عشاء عرس الخروف، احنا مدعوين للعشاء ده. وبعدين هننتهي بايه؟ احنا فعلا هناكل معاه، هو معانا. فعاوزك تحط القداس ده كله صعيدة، هنرتفع مع المسيح، هي صورة السماء، ونتحد معاه اتحاد حقيقي. بعدين طبعا حلول المسيح مصاحب بحلول الشاروبيم والسرافين، أنت القيام حولك الشاروبيم الممتلئون أعينا. ها والشاروبيم، وبعدين يرتل الشعب إيه؟ الشاروبيم يسجدون لك والصاروفين يمجدونك صارخين قائلين
يعمل بقى هنا الكاهن حركة تقصية. أنا قلت كان خد اللفافة اللي على الحمل على دي اليمين، يبتدي يعمل حركة بقى، أرجو أنكم تشوفوا اللي دي اللي كانت على الحمل اللي بارك بيها الشعر، يحطها على ها، وبعدين ياخد دي يحطها هنا، وبعدين ياخد اللي على الكاس ويغطي بيها دي. خدتوا بالكم ان الكاس اتكشف بسرعة كده واتغطى تاني؟ حد يعرف يقول لي رمز الايه؟ ان كل ده لسه كاس، لا هو ظهر مرة تلميذي عمواس واظهر نفسه وبعدين عمل ايه؟ اختفى عنهم. واخدين بالكم؟ هقولها تاني. يبقى اللي كانت على الحمل بارك بيها مرة، بارك بها الشعب في الأول وبعدين الشمامسة وبعدين نفسه، وبعدين ياخد اللي كانت على الحمل يحطها على شماله، ياخد على شماله على يمينه، وبعدين ياخد اللي على الكاس اتكشف بسرعة يغطيه تاني، وياخد اللي على الكاس يبتدي بردك يقول ثلاث رشومات تاني. المرة فاتت قال الرب مع جميعكم، المرة دي بقى بيقول ايه؟ شاروبيم، وقالوا ايه؟ قدوس قدوس قدوس، ده اسم الله. فيبتدي الكاهن يقول ايه؟ أجيوس قدوس على نفسه، وبعدين على الشمامسة اللي حواليه، وبعدين على عكس المرة اللي فات. ليه بقى؟ إن المرة اللي فاتت كان المسيح بيجمع الكنيسة في شخص الكاهن، المرة دي التقديس جاي. والحاجة الجميلة اللي لفتت نظري، التقديس جاي منين؟ من على الايه؟ الدم. خدتوا بالكم؟ خد اللفافة اللي على الدم وقدس بيها، قدسنا بدم صليبه. الدم هو حياة المسيح، فاحنا خدنا القداسة من دم المسيح. واخدين بالكم؟ فيقول أجيوس أجيوس أجيوس، وبعدين يبتدي القداس. ايه بقى القداس؟ بيذكر الكاهن تاني، كل ده اسمه القداس الوصفي، بمعنى انه بيوصف حياة المسيح. فاكرين تفتكروا زمان القداس اللي عمله الرب نفسه هو ان خد الخبز وبارك وقسم وشكر واعطى، اللي احنا عملناها ايه في اول القداس بعد ما استلم الحمل؟ فاكرين؟ وحط وبارك وقدس وقف وخلاص، كان ده القداس. الكنيسة القبطية ما بتلغيش القديم، بتحافظ عليه، فحطت القديم زي ما هو، ويبتدي تاني الوصف بقى. فبيشرح بقى حياة المسيح، يقول ايه؟ الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم، وعندما خلفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا، لم تتركنا عنك إلى الانقضاء بل تعهدتنا، وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة ماري. ساعتها بقى طبعا السورة دي مكانها هنا صح؟ يبقى يمين اهو، يبقى هنا مكانها غلط. السورية مكانها فين؟ زي ما قلت عن يمين مسبح البخور. احنا طبعا متلخبطين عشان انا واقف كده، واخدين بالكم؟ ادي يجي الكاهن، يجي الشماس يجيب له الشوري. بقى عاوز اقول ملاحظات للشمامسه، معلش ما حدش يزعل منه. في وقت معين مخصوص الشماس يحط فيه الفحم، ما ينفعش. وابونا بيقول اجيوس اجيوس، الشماس مدي ظهره للمسبح وعمال يولع في الفحم بتاعه. لما يقولوا الشمامسة الشعب الشاروبيم، هو ده الوقت اللي يحط الشماس على طول في ايه؟ فحمة ولعة في الشوري، ويبتدي أبونا يقول قدوس يبقى واقف. اللي بشوفه كتير مش مناسب على الإطلاق، إنه أبونا بيقول أجيوس تقديس، الشماس مدي ظهره للمسبح وعمال يولع في الشم في الفح في ال في الشر، أو ينسى ويقدم الشرية مطفي.
هي ليها معاني. طيب بعدين يجيب له الشماس الشرية وابونا يحط فيها من البخور وهو بيقول ايه؟ تجسد وتأنس. ليه بقى؟ الشرية دي رمز الايه؟ للعذراء، والتجسد جاء من بطن العذراء. وبعدين ايه لازمة البخور؟ انه انا قلت تملي البخور، احنا قلنا الفحمة لوحديها رمز الايه؟ الجسد. الفحمة المشتعلة بالنار رمز اللاهوت متحب بالناسوت. طب والبخور رمز الايه؟ هذا الذي اصعد ذاته ذبيحة مقبولة ريحته. فالحتة دي حتة تقصية مهمة خالص، يحط الكاهن البخور فالتجسد وريحة الهيكل وريحة الكنيسة ويبان البخور صاعد. عشان كده بتضايق لما يجيبوا الشرية مطفية، او بعد ما يروح حاطط فحمه بعد تجسد وتأنس، ما كل حاجه ليها معنى. فانا بقوله النهارده وارجو ان الشمامسه يعلموا بعض. فيطلع البخور رمز للمسيح الذي طلع من بطن العذراء واصعد ذاته ذبيحه مقبوله على الصليب. وانعم لنا بالميلاد الذي من فوق وجعلنا له شعبا مجتمعا صيرنا اطهارا احب خاصته نزل الى الجحيم. كل دوت يا اخواتنا الكاهن بيبقى مغطي ايديه لسه. وبعدين لما يقول نزل الى الجحيم يحط على نفسه كده، مش بيشوفه كده زي علامه الصليب ويسكت. ليه؟ لانه لسه يعني عارف ايه. فاكر لما احنا لسه قايلين الشاروبيم كان بيقول ايه؟ باثنين يغطون وجوههم وباثنين ايه يطروا، لان الحضره الالهيه. طيب وبعدين يقول قام من الاموات في اليوم الثالث، بيعمل ايه؟ ده بيحكي قصه الخلاص. المسيح تجسد، حبنا، بذل ذاته، مات، قام، صعد الى السماوات، حدد يوم للمجازاه ياتي فيه ليدين كل واحد بحسب اعمال. فالشعب كله ايه اللي يسمع الكلمه دي يقول لك ايه ده حيدنا حسب أعمالنا، أرجوك بقى إيه؟ كرحمتك وليس كخطيان. دينونة فعلا بحق. الوقت دوت الواحد يرفع قلبه لله يقول أيوة أنا خاطي كذا كذا، أرجوك عاملني بحسب رحمتك وليس كخطيان. بعد كده هنا بقى يبتدي الكاهن يسيب اللفايف اللي على إيدين الاثنين ويجيب له الشماس الشرية مرة تانية ويمسكها له. تعالى كده جيمس بعد إذنك. أولا الشرية ليها طريقة في المسك، يعني بص هي كده ساعات الشماس يجيبها ماسكها، لا تتحط كده على طول فتبقى كده وتترفع كده. ساعات بتكعبلوها مش عارف ليه، هي كده في ثانية تبقى بقت كده خلاص خلاص. طيب وبعد كده ياخد الكاهن من البخور على ايديه كده هو، وبعدين ياخد من البخور على الجسد. قبليها كان بيرفع الايه؟ يكشف بقى خلاص المسيح هيقدم ذاته، فيكشف الحمل والدم. ياخد من على الشرية البخور ويحطه على الجسد والدم مرة اثنين ثلاثة بالثالوث. طيب بعد كده تبتدي حلول الله. حلول الله تملي مصاحب للبخور. قال لك ايه؟ بخور كتير. هقول اصل المعاني الروحيه انا ماجلها، بس انا بحكي الطقس بس، واخدين بالكم؟ يعني انا بتكلم بس في الطقس عشان الثبوت هتبقى المعاني الروحيه بتاعه كل حاجه. بعد كده يبتدي يقول هيحكي بقى العمل اللي اتعمل في الاول. لو تاخدوا بالكم يقول ووضع لنا هذا السر، وبيحكي على مين؟ على المسيح أيام. ده بيحكي هو وضع لنا هذا السر. لكن لو خدتوا بالكم في الأول كان مسك قال لك بارك وقدس وفز مرقود باسم الآب والابن مبارك، كأنه المسيح هو اللي بيعمل العمل ده. الجزء الثاني ده وصفي، أنتم متابعيني؟ بيحكي القصة اللي عملها المسيح معاهم بعد أيام. ووضع لنا هذا السر العظيم الذي للتقوى، لأنه فيما هو راسم
أن يسلم نفسه للموت عن حياة العالم. يبتدي يشيل، شايفين دي اسمها إيه؟ النجمة القبة، كشف نفسه. بعدين يقول إيه؟ أخذ خبزا على يديه الطاهرتين، ياخده على أيديه الاثنين ويشيل اللفافة اللي كانت هنا، يقبلها ويحطها على يمينه ويرفعها كده زي ما عمل المسيح. أخذ خبزا على يديه الطاهرتين اللتين بلا عيب ولا دنس الطوبويتين المحييتين. بعدين الشعب كله يقول له إيه؟ نؤمن أن هذا هو بالحقيقة أمين. وبعدين نظر إلى فوق، تاني الصيغة كلها على الغائب، هو نظر إلى فوق نحو السماء، إليك يا الله أباه وسيد كل أحد. بعدين يقول وشكر، ها، ويحط صبعه في اللي فوق، نفس اللي عملناه فين؟ في القداس السرائري، فاكرين؟ وباركه. في ناس بقى هو شكر مين؟ الآب. وبارك مين؟ الآب. يعني خلوا بالكم انتوا، يعني يقول لك ايه؟ نظر إلى فوق نحو السماء إلى الله أباه وسيد كل أحد وشكر. المسيح شكر الآب ليه؟ اللي هيقول لي دي حنبسط منه، ليه شكر الآب؟ إنه بيحبنا وجمعنا ليه. كل التسبحة فاكرين لما ابتدينا في الاول، اول حاجه عملناها قلنا الايه؟ مجدا واكراما، اكراما ومجدا. القداس كله بنقدم المجد والاكرام لله الاب اللي احبنا وارسل ابنه، والابن من محبته لينا مات على الصليب وجمعنا في جسده، كل ده بحلول الروح القدس. هحكي الدتي، فيقول لك ايه؟ شكر وباركه وقدسه. يعني ايه قدسه؟ بحياة المسيح بانت قداسة الآب، قوم الميتين، شفى المرضى، غفر الخطايا، خلاص. فالشعب كله يقول نؤمن ونعترف. بعد كده يبتدي بقى التقسيم، ناخد النهاردة، يبتدي الكاهن يقسم الحمل لتلت وتلتين. انتوا شايفيني بصبعه كده، يجي انتوا اتفقنا انه ثلاث خروم بيبقوا على اليمين والخرومين على الشمال، فيبتدي كده ياخد من فوق لتحت كده. بس كده بقى تلت وتلتين. انتوا مش شايفين من هنا؟ طيب اهو كده احسن. اهو بعد ما بارك اولا شكر الآب، وبارك تحت الابن، وقدس اللي في النص الروح القدس. وبعدين يبتدي يقول ايه؟ وقسمه، وبعدين واعطاه. هو بقى بيقول اعطاه، بيروح قاسم حته فوق كده الرمز للراس وحته تحت كده، وهو بيقول قسمه واعطاه يعطي التلاميذ. يبقى كده تقسمت كام بقى؟ صليبه واحد اثنين ثلاثة أربعة، شكل صليبه، خلاص مفيش حاجة اتفصلت، واخدين بالكم؟ كل حاجة زي ما هي. قسمه وأعطاه لتلاميذه يعطى لمغفرة الخطايا، هذا اصنعوه لذكري. وبعدين يحط هنا، طبعا هتكلم على الذكرى، يعني ايه هذا اصنعوه لذكرى؟ هنتكلم عليه يوم سبت. بعدين يكشف الكاس تاني ويقول ايه؟ هكذا ايضا الكاس من بعد العشاء مزجها من خمر وماء. بيحكي القصه، في الاول حط الخمر والميه وبارك وهذا هو الدم. في الجزء الوصفي بيحكي اللي حصل، يقول لك بعد العشاء، وبعدين يعمل دايره بايده على صدره. ليه؟ لانه كان في العهد القديم صب الدم في الكاس، يقول لك بطريقه مستديره كده، والاستداره دي رمز للمسيح اللي ملهوش ايه بدايه ولا نهايه،
والدم بتاعه ده لخلاص ايه العالم كل. زهيته لازم اخلص الحته دي. وبعد كده هكذا ايضا الكاس من بعد العشاء مزجها من خمر وماء وايه وشكره برد وباركه الاب وقدسه الاب. مش ده الشكر. واخدين بالكم؟ وبعدين ويقول ايه وذاق. يبتدي مش بتشوفه كده ابونا ارفعه كده كانه بيش. وبعدين ذاق واعطاه لتلاميذه القديسين ورسل الاطهار المكرمين قائلا هذا هو دمي الذي العهد خذوا اشربوا منه كلكم يعطى عنكم لمغفره الخطايا. وبعدين يرد الشعب لان كل مره تاكلون من هذا الخبز وتشربون من هذا الكاس تبشرون بموتي وتعترفون. يقول الشعب امين امين بموتك يا رب نبشر. بعدين اهم بقى حته اللي انتوا يعني كلكم عارفينها اللي هي حلول الروح القدس. هيكشفوا تاني يعني لسه. المهم الجزء الجاي بقى ده يعني لو بتقروا في اي كتاب هيقولك ايه صلاه استدعاء الروح القدس. تاني احب اكد الروح القدس موجود من اول القداس من اول مجدا واكراما لان احنا قلنا باسم الاب والابن والروح القدس موجود حلول كامل. ايوه في لحظات تقديس هي هنقولها دلوقتي. ففيما نحن يحكي القصه تاني ذكرى الامه المقدسه قيامته صعوده جلوسه عن يمينه ظهوره الثاني مراحل المسيح على طول نقرب لك قرابينك من الذي لك. الكلام رائع بس تاني مش وقت انا بس بعمل الطقس. قرابينك من الذي لك احنا جايبين قربانه هو اللي قال اعمله به هكلم بعد. نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن اجل كل حال. فيقول الشماس ايه اسجدوا لله بخوف ورعب. كله يسجد بقى. ساعات انا الشمامسه اللي في الهيكل ما يسجدوش. طب يا حبيبي ما انت بتقول اسجدوا لله بخوف ورعب والكاهن ساجد انت مش بتسجد ليه؟ كله يسجد. طيب هنا بقى صلاه سريه بيصليها الكاهن احب اقراها لكم. نسالك ايها الرب الهنا نحن عبيدك الخطاه غير المستحقين نسجد لك بمسره صلاحك ليحل روحك القدوس علينا كلنا وعلى هذه القرابين الموضوعه يطهرها وينقلها ويظهرها قدسا لقدسيه. مش هو نفس الكلام اللي قلناه في الاول في القداس السرائري؟ هو هنا بقى ديت اللي احنا بنقول عليها لحظات حلول الروح القدس. بس ما هياش في الثانيه الروح القدس مالي الكنيسه ومالي القداس ليحل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين الموضوعه يطهرها وينقلها ويظهرها قدسا لقدسيه. بيقول الكلام ده وهو ايه وهو ساجد بيصلي صلاه سريه. الشعب كله يقول ايه ننصت سكوت واضح خالص الرهبه لحلوله. وبعدين يقوم الكاهن والشعب كله ساجد بسرعه يقول هذا الخبز ويرشمه ثلاث مرات. ها خلوا بالكم هذا الخبز بس في كلمه هذا الخبز يرشمه بسرعه ثلاث مرات وبعدين يسكت يجعله جسدا مقدس. الرشم وهو بيقول ايه هذا الخبز لما يقول جسدا مقدسا لا ما يرشمش بقى تاني. ليه؟ لان بقى جسد المسيح. فيقول هذا الخبز يجعله خلص وسجد جسدا مقدسا له. والشعب كله يقول ايه امين نؤمن. بعدين يقوم تاني وهذا المزيج الذي في الكاس بردك ثلاث رشمات يروح ساجد يجعله ايه دما مقدسا له. الشعب كله بالحقيقه نؤمن
يقوم الكاهن ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح يعطى لمغفرة الخطايا حياة أبدية لكل من يعلن الكاهن إن اللي على المذبح ده إيه؟ المسيح مخلصنا غافر الخطايا. يقفل يمسك تاني بقى اللفايف حضور الله تاني ويبتدي إيه؟ المسيح الحال في وسطينا يطلب بقى طلبات بقى. اسمها الأواشي، صلي عن سلامة الكنيسة، عن الآباء، عن سلامة الموضع، على الزرع العشب، كأن الكنيسة هي إيه؟ مسؤولة تقدم طلبات العالم كله لله الجالس على العرش. تيالي نكتفي بكده. نكمل الجزء اللي جاي، هيبقى يعني سريع ما فيهوش طقس كتير غير طقس الاسمة، لكن لغاية دلوقتي الجسد أو الربانة كاملة ولكن متقسمة لأربع أجزاء. حد عنده سؤال لغاية دلوقتي؟ نكتسب في أيوة بابا. أني نغطي الكاس؟ لا، ما بصي، طول فترة القيامة لغاية الصعود المسيح كانوا يظهر لغاية يوم الصعود وما عرفوهوش، واخدين بالكم؟ فهي كناية عن الموضوع ده يعني. أي سؤال تاني؟ أسأل أنا؟ أنا هعمل امتحان بقى بعد ما خلص، هنخلص المرة الجاية هعمل امتحان. موافقة يا بطة؟ بكل إجابة بإيه؟ طيب، حد عنده أي سؤال؟ أرجو يا حبايبي القداس ده لازم نفهمه ونحسه ونعيشه، والثبوت اللي جاية هنشرح المعاني الروحية الإنجيلية ورا كل حاجة. أيوة جي. هقول لك، لا ما أنا ملياش دعوة بقى بالبيبي ده، أنا هقول ليه الحتة دي، لأنه زي ما قلت قداس المؤمنين زي ما قلت كانت الأسرار بتبقى متغطية ما يكشفوهاش غير لما إيه يخرجوا الموعوظين، وكانوا بيقفلوا أبواب الكنيسة والموجودين المؤمنين كلهم يتناولوا. فهي جات من كده، اللي جه بعد قداس الموعوظين كان زمان أصلا مش هيخش الكنيسة. والقداس، طب انت اللي انت بتقوليه ده اكسبشن يعني، لا اللي عنده بيبي وجاي متاخر معلش. لا يصح البيبي بتاعك، يصح، لكن ولادك الكبار ما يصحش. لا انا بس انا بحكي الطقس، لكن في ظروف يعني. انا افتكر مره عشان اقول لكم الاباء كانوا يفكروا، كنا مره رايحين دير مريمينا، لو تفتكروا زمان دير مريمينا ده كان صعب قوي يروحوا، فطالعين من مصر واخدين قطر اسمه قطر الصحراء، حد يفتكره؟ ده بيقوم الساعة 12 بالليل من باب الحديد. قطر الصحراء ده يعني ايه؟ لو السواق عاوز يشرب شاي في اي حتة ينزل، واحنا قاعدين قطر مفتوح تلج، يروح ايه ياخدنا لغاية اسكندرية، ومن اسكندرية ناخد قطر تاني ننزل في محطة بهيج في وسط الصحراء، وعلى بال ما نستنى الجرار وبتاع. المهم انا واحد صاحبي وصلنا الدير متطربين متطينين التراب، والتانك اللي راكبين عليه عمال يوقع علينا الميه وهو يعفر، نوصل طينه خالص. فايه لقينا كان انبا مين الله يقدس روحه بيصلي القداس، دخلنا كان القداس في الاخر خالص، وهو كان ملتزم قوي يعني اللي عايز تحضر. وشفنا كده بمنظرنا، فالراجل سأل سؤال فعلا، قال طب انتوا في القطر كنتوا بتصليتوا المزامير؟ صليتوا باكر وصليتوا؟ قلنا له صلينا. قال طب خشوا تناول. فايه يعني في رولز بس في روح، واخدين بالكم؟ طيب اي سؤال تاني؟ المره الجايه باذن المسيح نخلص
القداس، ويبقى السبت بقى نبتدي الحاجات الروحية المعنى. فضلنا صح. أمين الليل يا زك سابت ريك إيوك يا جيوب نماتي كانين كاين نصيعون أصونيون أمين تنقشبون إنجو إموشيعو بنشوي سيسوس بخريسوس إزمون مقوام بيارو ماري بكناين تكيريني خفتم بك لا أوسط يومون ونينان كريا ليسون كريا ليسون كريا بلوغيسون أمين اسمو إيروي استيمي طن يكوني إيبو القوم بإزمو خريستوس بنوتي أمين. مسيح إلهنا ملك السلام أعطينا سلامك قر لنا سلامك واغفر خطايان لك الملك والقوة والمجد للأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما ولا تدخلنا في تجربة لكن محبة الله الآب ونعمة ابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح وشركة وموهبة وعطية الروح القدس مع جميع امضوا بسلام وسلام الله يكون معكم. اتفضلوا في لقمة بركة كثيرة.